التعقيم السليم يعد من أهم أركان عملية مناظير الجهاز الهضمي حفاظاً على المريض أولاً وعلى الطبيب ثانياً. فكيف يتم التعقيم داخل مؤنس سكوب؟ بعد انتهاء الدكتور أحمد مؤنس من عملية المنظار يسلمه إلى الفني المسؤول عن التعقيم، وفي نفس الوقت تقوم الممرضة المساعدة بإزالة الماوث جارد وإلقائه في المخلفات، ثم تبدأ المرحلة الأولى من عمليات التعقيم. يقوم الفني بإزالة جميع التوصيلات الخاصة بالمنظار من الجهاز، ووضعه في الطبق المخصص للتعقيم. ثم باستخدام دريسنج جديد بعد وضعه في سائل التعقيم، يقوم الفني بمسح المنظار بالكامل من الخارج. ثم يبدأ بضخ السائل المعقم سايديزايم ثم هواء في المنظار من الداخل باستخدام سرنجة 50 سنتيمتر. وهنا تكون قد انتهت المرحلة الأولى من عمليات التعقيم بالمسح الخارجي والتنظيف الداخلي للمنظار الذي يغطى بالكيس الأحمر. وتوضع عليه ورقة الخطوات بعد مراجعتها من الفني لتبدأ المرحلة الثانية من عمليات التعقيم. تبدأ المرحلة الثانية من عمليات التعقيم في مؤنس سكوب بعمل اختبار التسريب ليك تيست للتأكد من سلامة المنظار. ثم يوضع في حوض مليء بالماء والصابون لاستكمال عملية التنظيف. الآن يستخدم الفني الفرشاة الصغيرة على الأقل مرتين للتنظيف من الخارج في كل مكان. نوبس، بيوبسي شانل، إير فلوي شانل، آن كاميرا. ثم تستخدم الفرشاة الطويلة للتنظيف كلياً من الداخل. ثم يقوم الفني بنقل المنظار إلى الحوض المليء بالماء فقط. بعد تجفيف المنظار من الماء تكون قد انتهت المرحلة الثانية من عملية التعقيم، ليتم نقل المنظار للمرحلة الأخيرة.
تبدأ المرحلة الأخيرة في غرفة تعقيم مؤنس سكوب. حيث يتم وضع المنظار داخل ماكينة التعقيم وتوصيله، ثم ضبط الوقت واختيار نظام التشغيل المطلوب، وتبدأ الماكينة في العمل تلقائياً، حيث تستغرق هذه العملية ما بين 25 إلى 35 دقيقة. تبدأ الماكينة بضخ الماء النظيف لمدة 4 دقائق، ثم تتم عملية الشفط، ثم تقوم بضخ سائل التعقيم سايدكس لمدة 20 دقيقة، ثم تقوم بعملية الشفط. وفي نهاية عملية التعقيم يتم ضخ الماء النظيف وتتم عملية الشفط النهائية. بعد انتهاء عملية التعقيم يتم فصل المنظار عن الماكينة ووضعه في الطبق المخصص، وهنا لدينا خياران. إذا كان المنظار سيستخدم خلال 3 ساعات، يغطى المنظار وينقل لحجرة مناظير مؤنس سكوب. إذا كان لن يتم استخدامه الآن، يتم نقله إلى غرفة تخزين مؤنس سكوب. بما أن المنظار لن يستخدم في 3 ساعات القادمة، يتم تخزينه في دولاب خاص. بداخله مصدر للهواء والأشعة فوق البنفسجية، لتمتد صلاحية التعقيم لمدة 30 يوماً. ليس هذا فحسب، بل إن عملية التعقيم في مؤنس سكوب تشمل أيضاً أسطحاً نظيفة، ترولي نظيف خاص بالمريض، استخدام مفارش جديدة لكل مريض تستخدم لمرة واحدة فقط، ماوث جارد لكل مريض يستخدم لمرة واحدة، وملابس معقمة للمرضى، وأماكن للتخلص من النفايات الطبية التي يتم نقلها عن طريق شركة متخصصة في التخلص من النفايات. إن هذا العمل المتميز والمتكامل في مركز مؤنس سكوب يقف وراءه نخبة من الأطباء والتمريض والفنيين المدربين على أعلى مستوى، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور أحمد مؤنس.